حديث أكثر حول تداعيات إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني تنضم إلينا من واشنطن مراسلة تلفزيون دولة الكويت داليا الكومي. بداية داليا أهلا بك، وبعد إسقاط المنطاد الصيني وإعلام بكين لاستيائها، إلى أي مدى يرى المراقبون أن يتسبب هذا الحادث في زيادة حدة التوتر في العلاقات بين الجانبين؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. بالفعل ستقوم هذه الفعلة أو هذا الرد من قبل الإدارة الأمريكية ورئيس بايدن ووزير دفاعه بإسقاط المنطاد الصيني بمزيد من التوترات بين البلدين. هذه التوترات لها ماض واسع ولن تقف عند هذه الفعلة. الولايات المتحدة والصين بينهما حرب تجارية وأيضا استفزازات من الجانبين. الولايات المتحدة مؤخرا أقبلت على العديد من التصرفات بالرغم من إعلانها عن زيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكية إلى الأراضي الصينية التي أوقفت بعد هذا الفعل وبعد هذا المنطاد، ولكن هناك حرب مشتعلة غير معلنة بين البلدين في المجال التجاري وفي عدة مجالات أخرى. تأججت مؤخرا عقب إقبال الولايات المتحدة على التوسيع أو توسيع الجيش أو السكرات العسكرية لديها في الفلبين. أيضا ردود فعل الولايات المتحدة مؤخرا وما أعلنه الرئيس بايدن مرارا وتكرارا على أنه سيحاول مساعدة أو مساندة تايوان في حال إقبال الصين على الهجوم عليها. الحرب أيضا التجارية والإلكترونية، هناك اتفاقات وقعت مؤخرا بين هولندا واليابان والولايات المتحدة على منع وصول التكنولوجيا رقائق إلكترونية إلى الصين. نعم داليا، بالفعل يعني هذه النقطة هي الهام والأبرز، ولكن كذلك هل من المتوقع أيضا في الفترة المقبلة أن نرى مزيد من التصعيد واستغلال واشنطن لهذا الحادث بصورة أكبر مما هي عليه الآن؟ أعتقد أنها بالفعل فرصة الولايات المتحدة لإظهار انتهاكات أو ما تحاول الصين أن تقوم به من أفعال غير مبررة أو مبررة بدون أسباب. الصين أعلنت أن هذا المنطاد فقد طريقه وأنه ليس للتجسس ولكن لأسباب علمية أو استكشافية. الولايات المتحدة رأت أن هذا انتهاكا واضحا لمجالها الجوي وأنها عليها إسقاطه. زيارة بلينكن كانت ستكون نوعا من التخفيف من التوتر، حدة التوتر بين البلدين. هي أول زيارة كانت سيقوم بها مسؤول رفيع المستوى أمريكيا إلى الأراضي الصينية منذ 5 سنوات، والآن ألغيت هذه الزيارة مع تصاعد التوتر بين الجانبين. هذه فرصة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية إلى إظهار أن الصين تحاول أن تظهر بمظهر التعاون وأنها تريد أن تفتح مجالات التعاون وتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ولكن في الخفاء، أو هذا ليس ما تفعله، بل هي على العكس تحاول أن تؤجج هذه التوترات. نعم. بأفعال غير مبررة ومبررة بصورة غير مقبولة. بالفعل كل الشكر إلى مراسلتنا من واشنطن داليا الكومي. إلى اللقاء.